حيلة أنا وايد خايف. لمحت راسي على السيادة وأصلي وأبوي يطري علي، خايف لرب العالمين يحاسبني على اللي أنا سويته. اللي خاف من ربه هو اللي ما يطبق شرعه، وانت طبقت الشرع. بس أنا خايف، خايف لا اللي كان بيجرى علينا يجرى على أهلي. فهمت ايش تقصد، إذا بابا ما وصل لك بيوصل لأبوك. راح بعد تشايفه بعينك، وإحنا برا الديرة ما سلمنا منه، شلون على أهلي اللي عايشين معاه بنفس المكان بنفس الفرج؟ شلون بيسلموا منه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا الله ظاهر إن هذا الرجال زوج هذيك الحرمة، هسا الرجال حالته مستقرة، أما الزوجة تعوضين الله فيها.